انا مش هقدر اعرف. اتفضل عرف نفسك. اتفضل. مش هقدر اعرف نفسي علشان خاطر قبل كده امن الدوله تم اعتقالي، وطبعا انتوا عارفين اللي بيحصل في امن الدوله. مش بس تقبل ايه مطالبك؟ ايجاز مطالبي ان احنا طالبين ان العداله الاجتماعيه والحريه، اهم مطلب اللي هو قصاص من اللي قتلت الشهداء. علشان خاطر اللي بيحصل ده مهزله. والناس اللي جوه سجن تورا دول عاوزين انهم يتحاكموا. جوه في سجن تورا مزرعه ده ترفيهي، ده بورتو او منتجع. لكن مش سجن. جوه في ست سجون، في سجن تورا مشدد، وفي تورا استقبال، وفي تورا مزرعه، في ست سجون. اشمعنى كلهم جمعوا زي ما تجيب سله البيض وتحط كل البيض البايظ يعني مع بعض؟ يعني انت بترى ان هم يتوزعوا؟ احنا عاوزين ان هم يتوزعوا في بقيه سجون تورا اللي جوه. مش هيقولوا عشان احنا حاكمين المكان والامن المتواجد. لا، في حجه احسن من كده. جوه في ست سجون. فاحنا بنتمنى من وزير الداخليه ان هو يفرقهم، عشان هم ستفوا الورق خلاص. والله ولا الشعب هيطول تعريفه منهم. لكن لو في حين ان هم سجنوهم بجد، ما سجنهمش سجن الظل اللي هم فيه دوت، ولا الكلام الفارغ اللي بيحصل من اكل وشرب والستات اللي بتخش لهم ازواجهم، وحسوا فعلا بسجن بجد. واحد قاعد في السجن في حمام السجن الحقيقي، مش حمام مرفه بالسيراميك ولا تكييف، كمذنب، كانسان بجد يلام. لو في سجن اسمه لومام تورا جوه، عشان اللي فيه يلوموا نفسهم جوه، يخش المفروض يخش يقعد يكلم نفسه في الحيطه. المفروض ده يحصل لهم على اللي عملوه في الناس وقتلوا الشعب. في اللي سرطن المواد الغذائيه وموت الشعب، وفي اللي سرق قوت الشعب، وفي اللي باع ارض الدوله. كل دوت موجود عندهم، ومع ذلك احنا ما بنطلبش منهم اكتر من العداله الاجتماعيه والحق. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول: هلك من كان قبلكم، هلك من كان قبلكم، لانهم كان اذا سرق فيهم الضعيف، اذا سرق فيهم القوي تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. واحنا اللي احنا بنحصل فيه ده، ربنا ياخذنا بذنب الناس الغلابه اللي اتقتلوا، ودم الشهداء ده في رقبتنا كلنا. كل انسان مصري في ذمته دم الشهداء اللي ماتوا. الناس دول ماتوا من اجل كلمه واحده: حريه. ماشي، جابوا لنا احنا الحريه وشالوا النظام البائد، شالوا فرعون مصر اللي كان بيقول لهم انا ربكم الاعلى، اللي هو حسني مبارك الله يكحمه. ها، ربنا وعظه 100 مره، ومع ذلك ما اتعص. ابنه مات بالسرطان، ما اتعص. جاله شخصيا السرطان، ما اتعص. جاب لشعب مصر السرطان، ما اتعص. فربنا نزع منه الملك. اقول له كلمه واحده: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، انك على كل شيء قدير. شكرا.